ولمناقشة استئناف تصدير النفط بعد توقف دام حوالي 3 أشهر ودلالاته وسط الصراع السياسي الحاصل في ليبيا، معنا من إسطنبول الباحث والأكاديمي الليبي الدكتور فرج دردور. مرحبا بك معنا. شكرا للمشاهدين الكرام. دكتور فرج، السؤال عن إعادة تصدير النفط بعد توقف 3 أشهر، هل ثمت دلالات لمحاولة تخفيف الأضرار على الليبيين، اولا على الدوله الليبيه والشعب الليبي من خلال وقف التصدير؟ لا، حقيقه حاله يعني من الازمات المؤقته اللي تتكرر باستمرار، يعني الازمه في ليبيا جذورها ما زال لغايه الان لم تحل. دائما هناك عمليات ابتزاز تحصل كلما سيطر على حقول والموارد النفطية، مطالب النفط ويبتز الحكومة كذا. يعني العملية مستمرة تقريبا منذ 2012، يعني والنفط بهذا الشكل يفتح ويقفز يفتح. خسائر حقيقة 260 مليار دولار إلى غاية الآن بسبب هذه الإقفالات، وبالتالي حقيقة الفوضى هي ما زالت تدير، يعني ما زال المؤسسات وحد الحكومة، ما زالت هناك حكومة موازية إلى غاية الآن هذه اللحظة. شغى يجمع في قواته على ضواحي طرابلس ويعني يحاول الهجوم ممكن الليلة أو غدا. طرابلس هذا سوف يؤدي لو حصل قتل الناس وتدمير المدينة، وبالتالي نعود إلى المربع الأول نفط وغيره. هذا طبعا أمر الناس الشديد ما زال قائم. هناك دول ترعى في هذا الموضوع، الناس بعض إقليمية وحتى عربية نفسها، نعم، متورطة في هذا الصراع تنصيب نظام دكتاتوري. ما يحصل اليوم حقيقة في ليبيا هو محاولة تنصيب نظام دكتاتوري على الليبيين. طيب، هذه نقطة مهمة، وحرمان أطراف الأزمة السياسية بعضها البعض من عائدات النفط، يعني لا أعرف كيف يمكن تفسيره، وهو سلاح ذو حدين بالنسبة للخصوم السياسيين ويترك آثار كبيرة على البلاد وعلى الشعب الليبي بصفة عامة. حقيقة ما سميتها من السياسيين حقيقة هم يستفيدون من قفل النفط. نعم، أن تعلم عندما تعلن المؤسسة الوطنية للنفط الحالة القاهرة كل وقت يبدأ المهربون اللي هم هؤلاء اللي قفل النفط يبدأ في عملية التهريب. نعم، شديد. هناك سفن تمر عبر الإسكندرية ثم تأتي سفن صينية صغيرة متوسطة حجم وتنقل هذه الكميات في الجيوب، ولا يحسب اعتبار أن طي مقفل، يعني رسميا مقفل. وبالتالي إلى من تذهب العائدات في هذه الحالة؟ لا تذهب للجيوب لأنها غير مقيدة، عائدات مسروقة كفاءة حتى دولة على فكرة، يعني إصابات من أكثر من دولة، فيها روسيا فيها الصين فيها نفس الشيء من الصين فيها من كذا، تتم عملية وطبعا يبيعوا في أقل من أسعارها في السوق. نعم، وغير مقيد، غير مقيد. وبالتالي مسألة أن قفل النفط يستفيدوا منه طبعا هؤلاء، وخصوصا هذا اللي موجود في المنطقة الشرقية اللي يتعلق بحفتر تقريبا يقتاتون من عملية قفل النفط. نعم، يعني حتى الفتح يتم بضغوطات دوليه من الامريكان ومن غيره، يعني هم لا يريدون يفتحوه، يحدث عليهم ضغط من هذه الدول ما توافق فتح النفط، ثم يعود من جديد يعني بعد فتره بيع من الذرائع يسمونها لقفله من جديد. طيب دكتور فرج، هل يسقط هذا التوافق بين دبيبة وحفتر بشأن النفط حكومة بشاغة باعتقادك؟ هل يمكن أن تشهد ليبيا تحالفا مرحليا ولو مؤقت وغير مألوف؟ هو شيء متناقض، لاحظ من الآن هذا فاشل الموضوع على اعتبار أن هناك تناقض. نعم، النفط تغيرت باتفاق بين حفتر ودبيبة، حكومة الوحدة الوطنية حكومة دبيبة، باقي الوزارات تتبع حفتر، هي تتبع بشاغة، كيف سيتم التنسيق؟ وبشاغة لليوم يحاول أن يهجم على طرابلس ويطلب السلطة من هناك. هذا التناقض، يعني هناك عملية تلاعب بين الحكومتين، يعني ابتزاز.
حفروا المجموعه الدول اللي داعمه اللي تحاول ان هي تلعب على الحكومتين، يعني تحاول تستفيد من هذه طيب في هذه الحاله، في هذه الحاله ما خيارات بشاغ اليوم؟ هل خيار اقتحام طرابلس ما زال متاحا ام سيتجه للاستقاله وسط هذا الاتفاق الذي لم يكن ممكنا سابقا على تعيين مدير للمؤسسه الوطنيه؟ هذا هو حقيقه انا الان نتكلم فيك الان اللي يعني تحتشد ومن الطرفين يعني قوات كبيره من احجام كلها كبرتها الناس من تقريبا من زاويه ومن زنتان ومن كل المناطق وحتى من مصراتة المختلفين يعني الاثنين. حقيقه طرابلس في الوقت الحالي يعني لا تجد الا السيارات المسلحه تتجول، كان يعني الحاله محتقنه جدا. بالنسبه لبشاغه طبعا انسان ميليشياوي معروف في عصر في وقت الحرب، خاض جميع كل الحروب العنيد يعني حتى ولو قتل مئات الالاف. المشكلة أن كانت المدة اللي فاتت يحاول يجرب لكن من حجم قواته في الاقتحام طرابلس مقابل قواته اللي موجودة. حاول في هذه الساعات لديه فرصة الأخيرة لأن حفتر طلب منه هذا تدخل طرابلس وفق الاتفاق، فأنت يعني بدون فائدة يعني ما دام لم تسيطر على الحكومة فلماذا نتحالف معك؟ يعني ممكن مش يتحالف مع الدبيبة، هذا اللي يحصل الآن. أيوة نعم. وطاط إما أن يدخل ويستلم الحكومة وإما أن يترك مشوى يتم التحالف معه، وبالتالي هو الآن يقوم بكل محاولاته يعني للانتحار الأخير. طيب دكتور فرج، في ضوء كل ما تفضلت به، أين هو الشارع الليبي؟ هل تتوقع أن يسمح باستمرار تقاسم الثروة بين أطراف الأزمة السياسية بهذا الشكل؟ أم أن الشارع الليبي أو الشعب الليبي منقسم انقسام سياسي واضح لا قدر الله؟ هو يبدو أنه منقسم، ولكن في حقيقة الأمر نحن لاحظنا الأسابيع الماضية الشعب الليبي في كل أنحاء ليبيا، البرلمان رفعوا كل الصور هذه بشاغة ودبيبة وغيره وحفتر ووضعوا لها علامة إكس وأحرقوها في الميادين، قضت الناس في كل مكان. نهاية المطاف الناس عندما تتحرك بدون قيادات ولا تمتلك اي ادوات في وجود المسلحين، ما الذي سوف تؤثره؟ نهاية المطاف صالح حرقول البرلمان ذهب نقله لمكان اخر، الان موجود تحت حراسات حفتر، يعني لا يوجد تغيير. ايضا في طرابلس قطع مظاهرات وخرجت الناس الى منازلها ولا شيء تغير. المساله يعني نحن لا نتحرك على حراك، تحدث عن حراك مدني. نعم. يعني منظم. نعم. تحدث على ان البلاد يعني حاله سلاح منتشر عباره عن هو من يحكم في كل شيء، مجموعات كل مجموعه مسلحه تتبعه، وبالتالي حتى وان سمحوا للمتظاهرين لن يكون لهم اي اثر. نعم. التنفيذ. شكرا دكتور، شكرا الباحث والأكاديمي الليبي الدكتور فرج دردور، شكرا لك.